زي ما قلك اهلا وسهلا فيك بفوشيا. خبينا اليوم عن الحفل الخاص بمنتر ارابيا. ثانك يو لك وثانك يو على استضافتنا وعلى وجودكم معنا دائما. الحفل اليوم هو للتعريف عن برامج وانشطه منتور بالمدارس وبالجامعات بلبنان وبالعالم العربي، ولحش بعض الموارد لنقدر نستمر ببرامجنا اللي بتستهدف اطفال وشباب من عمر 3 سنين ويجو اب تو ل 30 سنه، واللي هي بترتكز بشكل اساسي على التوعيه ضد اي سلوك خطر وعلى الوقايه. لما اقول سلوك خطر عم بحكي عن الادمان، عن التنمر، عن الاكتئاب، عن القلق، عن كل اشكال السلوكيات الخطيره اللي بتهدد الحياه، الصحه النفسيه والعقليه عند الشباب والاطفال. بما انكم سالكم فتره بهيدي المبادره، هل بتشعروا قدرتوا توصل لشريحه كبيره من المجتمع؟ اكيد، يعني نحن على المستوى العربي صرنا واصلين تقريبا لمليون شاب وشابه، وعلى المستوى العالمي اكثر من 3 مليون. الوصول للمستهدفين من خلال البرامج موضوع كثير صعب، ولما بتحكي عن الوقايه، الوقاية بده نفس كتير طويل، العمل التنموي بشكل عام بده نفس طويل. يعني انت الطفل اللي بتشتغلي معه بعمر 3 سنين بدك تستني ليصير عمره 15 سنة لنشوف قديه البرامج أثرت فيه وما تعاطى، ما انحرف، ما راح لسلوك خطر. ونحن بنقول دائما بشغلنا لو قدرنا نأثر ب 1% بس نحن كتير بنكون سعيدين. أنا مشارك بمنتور أرابيا من زمان كعضو بلجنة التحكيم السنة الثانية يعني، وطبيعي انه بيسعدني دائما نكون موجود بهيك ايفنت، خاصة انه هي تدعم حالات الخاصة للشباب، لانه هذا موقف انساني اذا بدك اكتر، وهذا اقل شيء بنقدر نحن نقدمه كناس فنانين ومعروفين. يعني ممكن يعني بحب انا انه اكون موجود بهيك فعاليات. هو العنوان العريض اللي متخزينه يلي هو يعني اذا بدك محاربة الاكتئاب عند المراهقين، هو هذا العنوان اللي بيلخص كل الموضوع، لانه دايما نحن متفقين انه عمر المراهقة هو عمر دقيق جدا، عمر تأسيسي لمراحل اللي واحد بده يبلش يكون شخصيته فيها وبالتالي يعمل عائلة وإلى آخره. سو نحن بهذا المطرح إذا ما كنا عم نشتغل على الصحة النفسية للمراهق رح نقطفها بطريقة مش منيحة لبعدين، فكتير مهم هذا الموضوع جدا. مبسوط قوي إن أنا موجود في العشر سنة الخير للمنتر أرابيا. أنا مع منتر أرابيا من 2019 وفخور إن أنا جزء منها، لأن شفت فعلا كم البرامج اللي اتحطت لتمكين الشباب وشفت قدامي النتائج ازاي اشتغلت، ففرحان ان النهارده مشارك مع منتور أرابيا في العشاء الخيري بتاعه. شو عم بتضيف اليوم من خلال مشاركتك؟ شو قدرت تترك بصمه؟ بصي، النهارده مشاركتي جاي احضر كواحد على البورد بتاع منتور أرابيا. انا بشتغل معاهم مع الفريق دايما على البرامج اللي بنعملها لتمكين الشباب في حته الفن والمسابقات اللي بنعملها للكتاب والملحنين والمغنيين والموزعين، فده شق العمل الاداري مع منتور أرابيا. النهارده جاي على مسرح صديقي ميشيل فاضل، هطلع واغني معاه اغنيتين كده وجاي احضر الشو دوت والعشر خيري. انا اصحاب كتير مع سوريا من زمان، وانا يعني انا معهم بال 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 بالبورد. يعني سوريا نحن ما عم نعمل شيء بالنسبه لشيء عم تعمل هي حياتها لهالشباب تساعدهم، تبعدهم القصص البشعه وتبعدهم الاكتئاب. سو انا معهم اكيد، يعني انا معهم بكل شيء بيعملوه. عندها استراتيجي نحن قادرين نتشارك معها على مستوى الاهداف، على مستوى النوايا. انا بآمن بهدول الناس، بصدق اللي عم يسووه، ومن اول تواصل اللي صار حتى بالدوره الماضيه حسيت انه انا فعلا من الجيد إلي حتى اني انا اكون موجود بهذا المكان. شو بنقدر نقدم؟ نحن عم نقدم، وبالضرورة عم ناخد عم نكتسب من تجارب هدول الناس اللي عم يشوفوا الدنيا بعين جديدة، سواء على مستوى فيلم أو أغنية، ينبهونا يخلونا نرجع نعمل ريفرش لحتى نلتقط قضايا مختلفة ونتناولها حتى على مستوى أشغالنا. وبالآخر الأهم أنه إحنا عم نضيف وإن شيء بسيط للمجتمع، عم نقدر نساعد وإن فرد واحد منكم ما قصرنا. هذا السبب أنا موجود هون. شكرا لك. شكرا لك.